السلام عليكم، معكم عثمان ابو الهدى، كوميرسيال سكودا عين سبع الدار البيضاء. كما جرت العاده كنتواصل معكم تبادل مع عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيها كنواكبكم المستجدات ديالنا. وكما جرت العاده اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم السياره اوكتافيا، هذا بعد الطلب ديال المتتبعين ديالنا. هذه السياره هذه اللي عندها العاشقين ديالها بزاف في جميع ربوع المملكه، كما كتعرفوا تخرج الموديل الجديد ديالها. ان شاء الله اليوم غادي نحاول نقدم لكم الفينيسيون ستيل. هاد لا فينيسيون ستيل سي اون فينيسيون كتكون انترميديير. كاين عندنا ثلاثه ديال لي فينيسيون، كاينه عندنا ليليغونس ستيل اي البيزنس. ليليغونس كما قلت ستيل اي البيزنس. قبل ما نبدا التقديم فغادي نحاول نجدد الترحاب ديالي بالمتتبعين ديالنا ونذكركم بمواعيد افتتاح ديال قاعه العرض ديالنا. كما كتعرفوا في هذه الجمعه هي الجمعه الاخيره في رمضان. ان شاء الله من هذا المنبر هذا كنبارك لكم العيد، كنقول لكم عيد مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم. فالابواب ديالنا كتكون مفتوحه طيله في الوجه العموم، يعني في ايام ديال رمضان كتكون الابواب ديالنا مفتوحه في الوجه العموم، ابتداء من الساعه 9 ونصف، ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى 5:30 مساء، يعني ثلاث أيام الأسبوع. وبالنسبة ليوم السبت الأبواب ديالنا كتكون مفتوحة في وجه العموم، ابتداء من الساعة 10:30 إلى 2:30 مساء، يعني من 10:30 ديال الصباح لجوج العشية. غدا إن شاء الله الأبواب ديالنا تكون مفتوحة في هذا التوقيت هذا. من مورا هذا التوقيت فالأبواب نرجعوا للتوقيت العادي، يعني من خروج من رمضان وبالتوقيت العادي اللي غادي يبدا من 8:30 الصباح ل 7 العشيه طيله ايام الاسبوع. وبالنسبه ليوم السبت فالابواب ديالنا غتكون مفتوحه في وجه العموم من 9:30 الصباح ل 2 العشيه، من 9:30 الصباح ل 2:30 ديال العشيه. دونك كما قلت لكم اليوم ان شاء الله غادي نحاول نوجه لكم المستجدات ديالنا. نسيت ما قلتش المتتبعين ديالنا، الناس اللي عندهم السيارات سكودا وبغاو ياخذوا لي رونديفو ديالهم ما عليهم الا يتصلوا 05 2062 01، 05 2062 01. بالنسبه لمواقيت العالم مواقيت العمل فهاد التوقيت هذا فهو كيطبق على جميع قاعات العرض ديالنا، يعني لي شوغوم ديالنا اللي كاينين في جميع ربوع المملكه، من طنجه، رباط، تماره، بنيطره، فاس، مكناس، الدار البيضاء، الجديده، اسفي، اكادير، ومراكش، والوجدات هي بيان سور. دونك كما قلت لكم السياره اللي غادي نقدموا لكم اليوم اللي هي السياره اوكتافيا ستيل اللي هي على الامام ديالنا. هذه السياره هذه اللي كتمتاز اللي هي اصلا ديسبونيبل في دو بواط، يعني ديسبونيبل في بواط اوتوماتيك وبواط مانيوال، يعني فيها بواط اوتوماتيك وبواط مانيوال. هذه السياره هذه كما قلت لكم هي ثانية فينيسيون ليها مورا لي ريبونس. دونك كما كتشوفوا كتمتاز عندها بالكروماج باش عرفوا سكودا على الكالندر ديالنا. اول حاجه عندنا هاد لي فار هادو اللي هما لي فار جيت، غنحاول نخدمو باش تشوفو ليه. دونك كما كتشوفو معنا هاد لي فار ليد، كما كتشوفو عندنا هاد لي لافار، لي لافار هما لي كيخرجو كيخسرو لنا هاد لي فار هادو. عندنا لونتي بغويار حتى هو داير عليه الكروماج في الوجه الأمامي ديال السيارة كما كتشوفو. بيان سور ميكرو كوكو فالات سي لاليماج اوتوماتيك، يعني ملي كندوزو فشي كنطرو كيكون شي ظلام فالضو كيشعل وحدو. عندنا ديتيكتور دو بلوي كما كتشوفو معنا هنايا، ديتيكتور دو بلوي الا خبات الا صبات الشا يعني كيخدمو لي زيسوي كلاس بوحدهم. بالنسبة لي جونت سي دي جونت الومنيوم 17 بوس اللي هما كتشوفو مع الشاشة. ثاني حاجه كما كتشوف معنا عندنا هاد الكروماج اللي داير على الباب الامامي ولا الخلفي ديال السياره، كيدور عليهم بلاصتو على الجاج ديالهم كاملين. بوغ لي ريتروفيزور، الوغ ريتروفيزور كنقولو غابطاب ديجي غاب الكتريك، يعني كيفاش زعما يعني كيتناو بوحدهم اوتوماتيكيا وكيحيدو الضبابة بوحدهم. بالنسبة لأوفرتور أوفرتور سونفليك، يعني يسوفي أنني ندير باقي تحت السيارة كما كتشوفو معايا، ولا بغيت نحل السيارة غادي نحل بحال هكا. وكاين اون اوبسيون اخرى اللي نقدر نحل بلا ما بلا اوفرتور سونكل، يعني نجي نحل السياره غتحل بحدها بحال هكا كما كتشوفوا معنا. الا جيتو تشوفوا معنا من هاد الجهه، من هاد الجهه هذه كما كتشوفوا، يعني اول ملاحظه غادي نديرو كما كتشوفوا معنا عندنا ان اسباس دو رونجمون اللي كاين في الباب ديال بارابلوي، بيان سور كتخرج بارابلوي سكودا. بالنسبه لا سيغي ديال الكرسي كما كتشوفوا معنا ولو سياج فهي سيمي كوير، يعني بالثوب الكوير كما كتشوفوا افيك لا تري بون كاليتي كما كتشوفوا. عندنا الريغولاتور ليميتور دو فيتاس كما كتشوفوا معنا هنايا، ان اسباس دو رونجمون يعني هذا اللي بغينا نحطوا الصرف ديالنا ولي زوبجي ديالنا كما كتشوفوا. الريغولاتور ليميتور دو فيتاس كما كتشوفوا معنا هنايا.
بالنسبه عندنا الكروماج فولون كما كتشوفوا افيك كومودو فولون، يعني نقدو عندنا لاكسي لورديناتور دو بور، نزيدو في الصوت، ندخلو لورديناتور دو بور ديالنا، نجاوبو في التليفون من الفولون كما كتشوفوا. كنزيد نذكر المتتبعين ديالنا ان هذه السياره هذه اللي ديسپونيبل اون بواط اوتوماتيك اي بواط مانيوال. هذه كما كتشوفوا عندنا فيها بواط مانيوال كما كتشوفوا فيها 6 ديال لي فيتاس. بالنسبه للبواط اوتوماتيك سي ان بواط شيفت باي وير اللي فيها 7 ديال لي فيتاس. عندنا الفرنامه الكتريك حاجه اللي كانوا كيتسناوها العشاق ديال سكودا، وهذا لو ا سي لي دو ديماراج اون كوت، يعني الطير هذاك الطوموبيل كانت هبطه ولا في طلعه ما كترجعش ما كتزيدش. عندنا هنا شارجور باغ انديكسيون، يعني كتحط بورتاب كيتشارجا اوتوماتيكيا بلا خيط، بليس دو ليكتور تيب سي نقدو تما نشارجو بهم التليفون ديالنا. عندنا هنايا ان ايكرون تاكتيل فلوطون اللي عندنا فيه سمارت لينك. سمارت لينك سافو دير لانترفاس ديال التليفون ديالنا كيبان عندنا في ليكرون كما غتشوفوا معنا هنايا. عندنا المنيو، نوريكم المنيو كيفاش عامل كامل. دونك باقي ما دمرناش الطوموبيل في السيرفيس ماشي مشكل. فوالا عندنا هنايا كما كتشوف معنا عندنا المود دو كوندويت، يعني نقدو نديرو المود دو كوندويت اللي بغينا، نقدو نديرو درايف، نقدو نديرو نورمال ايكونوميك ولا سبور كما كتشوفو معنا. كليماتيزاسيون اوتوماتيك بيزون كما كتشوفو. عندنا بواطاغون ريفريجيري، يعني بواطاغون ريفريجيري سافي دير كون بغينا نحطو شي حاجة ديالنا في الطريق ديالنا باش ما تدبلش ولا شي حاجة نقدو نعملوها هنايا. اون بليس عندنا البورت لونيت كما كتشوفو. الضوء اللي عندنا داخل السياره اللي بروجيكسيون ديال الضوء في راسها هو اونليد كما كتشوفوا معنا هنايا. اون بليس لهادشي كامل عندنا ان اسباس دو رونج متحت من لاكودوار سنترال، بليس لي بورت كوبلي كما كتشوفوا معنا بحال هكا. عندنا هنا كما كتشوفوا اللي غنسالو بها عندنا ان طابلو دو بورموسو افيك تا تخي بون كاليتي بلي في ديال التيسي بالتوب اللي كاين هنايا. وكما كنقولوا كاينه لا موس ديال تري بون كاليتي كما ذكر لي صبغت ديجا في اللي لايف ديالي. هاد شنو كتخيل ما كتشمش ريحه البلاستيك في السياره، كتحس بلا كاليتي ديال لي غرونومي ديال السياره، وكتوخا دوز طوموبيل مده طويله عمرك ما تسمع تقرقي في الفيكول ديالك في الجوده ولا كاليتي ديال هاد لي كومبوزونت هاد المركبات اللي كاينين داخل السياره. ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا المقاعد الخلفيه باش نشوفوا ان شاء الله كيفاش. بالنسبه للمقاعد الخلفيه كما كتشوفوا معنا عندنا لاكسيل فونتيلاسيون بالنسبه للكليماتيزور الناس اللي كيجلسوا اللور، بلوس دو ليكتور تيب سي تا هما كاينين اللور باش تشارجوا التليفونات ديالكم. عندنا بالنسبه للسياج كما كتشوفوا معنا هنايا عندنا دو زيسباس دو رونجمون، يعني كاين جوج اماكن اللي كنقدوا نديروا فيهم لي رونجمون ديالنا، وهنا بلاصه البورتاب ديالنا. بالنسبه للناس اللي عندهم وليدات كما كتشوفوا في السياج عندنا لي زيسو فيكس بور لي سياج بيبي، يعني باش تحط لو سياج بيبي تماك. عندنا هاد لاكودوار سنترال اللي فيها لي بورت كوبلي كما كتشوف معنا، افيك يمكن لك عندنا افيك لاكسيو كوف، يعني الناس بغي يحطوا شي حاجه طويله من الكوف نقدو هاد ليسباس ديال الكوف هذا نقدو نستعملو نحلو ونجرو عندنا لي زوبجي ديالنا بحال دابا هنا نقدو نحلو بحال هكا. وعندنا لاكسيو كوف نيشان كما كتشوفوا. بوغ لي سياج اي سون رابطاب دو تيغ ان تيغ، كيفاش؟ يعني نقدو نطيحو لي سياج ديالنا من هنا، غادي نزيدو نرجع بعدا هادي نقدو نطيحو لي سياج ديالنا من هنا كما نقدو نطيحو من الكوف ديالنا حتى هو. يمكن حنا نشوفو دابا الكوف نيشان الوغ بوغ لو كوف كما كتعرفو في الكوف ديالنا هو لا دوفيز ديال سكودا باش عرفو سكودا. عندنا هاد الكوف هذا عندو ان اسباس فوليمينو يعني حجم كبير 600 اترو كما كتشوفو. عندنا لي سياج كما قلت لك اون بولي غابات من القدام، يعني نقدو نطيحوهم من القدام ونقدو نزلوهم من الحلكه من اللور، ما نحتاجوش صندوق قدام السياره ونطيحو الكرسي ديالنا. عندنا هاد لي كروشي بور باني كما كتشوفوا، هاد لي كروشي بور باني كاينين جوج عندكم كادو، كاين الناس اللي عندهم القفه ديالهم ولا عندهم ستايل ديالهم كيقدو يعملوهم في هاد لي كروشي باش ما يدفقوش ليهم الامور ديالهم كما كتشوفوا معنا. عندنا اون بريز 12 فولت هي كاينه هنا كما كتشوفوا، الناس بغا يحطو الكلاسيير ديال النور ولا شي حاجه خاصها ضروري تخدم البريز حتى هي عندنا هنايا. اون غو دو سكور كومبليت
بلي زاكسيسوار ديالها بيان سور كما كتشوفوا. بوغ لا فيرميتور عندنا هاد لو بواني اللي كيساعد علينا باش نسدو هاد لو كوفر ديالنا. وكما كتشوفوا معنا فهاد السياره هادي كتمتاز بالكاميرا دو ركول كما كتشوفوا باللاف كاميرا ديالها حتى هي افيك دي رادار دو ركول انتغري كما كتشوفوا افيك ان سيستيم دو فريناج انتيليجون. بوغ هاد لي فيو روج هادو فهما حتى هما توب ليد. انا غنحاول حتى نشعلو باش تشوفوهم يعني القوة الأدل عدد الحصينة ديالو فهم 143. القوة الجبائية يعني اللي شوفوا فيسكو فهم 8 الخيل. من اللي كندوه على الكونسوماسيون فالكونسوماسيون فهي 3.9% في طريق طويلة كما كتشوفوا معنا. بالنسبة للبوات أوتوماتيك حيت المتتبعين ديالنا كيسولوا على التسليك كيفاش غنوريكم غير كيفاش دايرة البوات أوتوماتيك. يعني كما كتشوفوا معنا فالبوات أوتوماتيك ديالها فهي عاملة بالضبط حالة البوات هذه. دونك بوغ لا كونسوماسيون كما قلت لكم فهي 3.9% في طريق طويله في الميكس 4.7%. دونك بيان سور اونكور دون موتوريزاسيون 143 شيفو 143 في الخيل. الكونسوماسيون كما قلت لكم عدد الاحصنه ديالها فهي 143 والاحصنه الجبائيه فهي 8 ديال الخيل. انا غادي نحاول نجاوب على بعض الاسئله بالنسبه للناس اللي مستعصى عليا الامر انني نجاوب على الاسئله ديالهم. فما عليهم الا يخلوا الاسم ديالهم والنمر التليفون ديالهم في لي كومونتير. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يخليو لي نيميرو التليفون يمكن لهم يخليهم عبر الخاص في الميساج. ان شاء الله غتكون لي الفرصه انا والاخوه ديالي في العمل باش نحاول نتصلوا بكم ونجاوبوا على الاسئله ديالكم. انا غنحاول ندخل نجاوب لبعض الاسئله كما قلت لكم. الوغ كما شرحت لكم ايفيكتيفمون فالسياره فهي دات محرك ديزل اللي ديسبونيبون ديزل بوات اوتوماتيك فهي ديسبونيبل في كاع فينيسيون يعني في ليليغونس لا ستيل في البيزنس هادو كاملين فيهم بوات اوتوماتيك. بالنسبه للبوات مانيوال فهي ديسبونيبل في لي دو فينيسيون اللي هي البوات مانيوال فهي ديسبونيبل في لي دو فينيسيون اللي هي ليليغونس ولا ستيل. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على القرض عندنا الشركاء ديالنا كاينين في عين المكان ما عليهم الا يجوا ان شاء الله وغادي نعطيكم بلوس ديتاي على القروض اللي عندنا في عين المكان. بالنسبه للاجابه فهي كتكون اقل من 24 ساعه. بالنسبه للناس اللي كيسولوا السيارات اخرين كما قلت لكم كل حلقه فهي كنخصصوا غير السياره نوع من السيارات. بحال اليوم دابا خصصنا السياره اوكتافيا ان شاء الله غتكون لنا الفرصه باش نحاولوا نديروا السيارات اللي كتكتب لنا في الكومنتير حيت كل حلقه كنديروا السياره ونجاوبوا على الاسئله ديالكم ان شاء الله. بالنسبه للاثمنه الثمن فهو كيبدا ابتداء ب 244 الف درهم و900. الثمن كيبدا ابتداء ب 244 الف درهم و900 ابتداء ب 244 الف درهم و900 effectivement هذا اون بار دو نوفو موديل اوكتافيا سي لو ا8 هو هذا. هذا هو النوفو موديل كما قلت لكم ديسپونيبل اون 3 فينيسيون. بالنسبه للناس اللي بغاو معلومات اكثر كما قلت لكم عليكم الا تخليو الاسم ديالكم والنمره التليفون وغادي تكون لنا فرصه ان شاء الله باش نجاوب على الاسئله ديالكم. كما قلت لكم الثمن فهو ذكرته قبيله فهو ابتداء ب 244 الف درهم و900. الو بالنسبه لك كمل اسمحوا لي كنعاود الناس اللي مس اسئله كيتعاودوا
ان شاء الله كما قلت لي جيسبر نكون جاوبت على جميع الاسئله ديالكم. ومن هذا المنبر غادي كنجدد التبريك ديالي وكنبارك المتتبعين ديالنا عيد مبارك سعيد. وغنزيد نذكركم بموعد افتتاح العمل اللي مورا العيد الالمي سوف تبدل وغنرجعوا التوقيت ديالنا العادي اللي هو ابتداء من 8:30 الصباح ل 7 ديال العشيه طيله ايام الاسبوع من الاثنين للجمعه من 8:30 الصباح ل 7 ديال العشيه. بالنسبه ليوم السبت فالابواب ديالنا كتكون مفتوحه بموجب العموم من 9:30 ل 2:30 ديال العشيه. جيسبر نكون جاوبت على جميع الاسئله ديالكم. بالنسبه للناس اللي عندهم بعض الاسئله خليهم لينا في الكومنتير لا من ناحيه الاسئله من ناحيه التيز لايف وغنحاولوا نجاوبوهم. ومن هنا كتنتهي الحلقه وعيدكم مبارك سعيد.